علة خراب البيئة من الإنسان. الإنسان اللي لوث الهواء والماء ولوث المدن والقرى هو بكذا يجني على نفسه وعلى كل المخلوقات. وشلون يا كبير الغابة؟ إذا تلوثت البيئة صارت مصدر للأوبئة والأمراض للإنسان والحيوان والنبات. علشان كذا حنا ما نسمح لأي كائن من كان أنه يمس سلامتها اللي هي من سلامتنا. بس يا الحبيب، حنا في غابة، يعني احنا بعيد بعيد كل البعد عن العمران وعن متناول يد الإنسان يا الحبيب. ما في مكان بعيد عن متناول بني آدم، لكن إذا تكاتفنا وحرسنا غابتنا حافظنا على بيئتنا. الموت للآدمي اللي دنس الغابة وخرب البيئة يا عمي. نعم، الموت لأي كائن من كان يجينا هنا ويتعرض لغابتنا بسوء. وإذا قدرنا نحافظ على الغابة من الإنسان نعيش طول عمرنا في بيئة صحيحة وسليمة ولا نتعرض لأي ضرر. هذه الأعشاب الطيبة اللي ما عمري جمعت مثلها. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. يا جماعة انتبهوا، لا تنسون عمكم الحكيم. لا تخاف عليه يا أخوي، حنا في النهار وما عليه خوف. هذا رجال كبير بالسن، ولو يهاجمه بس ما يقدر يفك نفسه. لا، الحكيم نعمان رجال مو سهل، بس السن له أحكامه يا أخوي. على العموم هو ما راح بعيد، وإن بغى شيء ولا احتاج شيء بينادينا وإحنا نسمع وجاهزين له إن شاء الله. الله يكفينا وياه شر من فيه شر. آمين يا رب العالمين. يقطعون أشجار الغابة؟ هذا اللي كان ناقص. زين، أنا لازم أبلغ عمي الأسد الخبر المهم علشان يشعر بقيمتي مثل ما قال الغزال. لازم النمر والضبع والذيب يشعرون بقيمتي بعد، ويعرفون أني أنا أول من اكتشف وجود الآدمي في الغابة. لازم يعرفون بعد أني أنا ماني بقليل، ماني بشوي، واني حريص بعد على الغابة علشان يبطلون يحتقروني ويهينوني كذا. يا بني آدم كذا ماشي، هذا اللي ناقص. بعد ما خلصتوا على الأشجار في مدنكم وقراكم، جايين تخلصون على البقية الباقية من الأشجار هنا هنا في آخر الدنيا في غابة الأسود؟ زين زين ولا ثعلوب؟ زين. طيب يا تحسة، طيب لازم أبلغ عمي الأسد، لازم أبلغ بعد قلبي عمي الحسم. المسألة محسومة، ما يبغى لها كلام. بيئة سليمة تعني بيئة صحيحة لكل مخلوق، بيئة ملوثة تعني أمراض وعلل ومشاكل لها أول ما لها آخر. يا كبير الغابة، يا كبير السباع،
عمي. اوه هذا الثعلب عمره ما جاب لنا خبر طيب، اعوذ بالله. مصيبه كارثه، مصيبه كارثه يا عم، كارثه كارثه يا عم الاسد، اعوذ بالله. كارثه ايش عندك يا ثعلب النحس؟ وش عندك؟ كارثه كارثه، مصيبه 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 يا عم. تكلم تكلم وقل واوجز يا ثعلب الشؤم. الغابة يا عمي، الغابة، الغابة في خطر، هناك غابة، مصيبة. تقول يا المقرود أنت؟ مصيبة مصيبة مصيبة. الحطابين يا عمي، الحطابين هناك. الحطابين؟ الحطابين؟ وش يقول هذا؟ وش اللي جاب الحطابين للغابة يا حبيب؟ وش السالفة يا سواد الثعالب؟ ثلاثة، ثلاثة من الحطابين الأشداء يقطعون الشجر في الغابة. عمي الغابة في خطر يا عمي، الغابة في خطر يا بعد قلبي. البني آدم اللي كنا نتكلم عنه وصل يا جماعة، عدو البيئة وصل، عدو البيئة اللي قطع أشجار غابتنا وصل، عدو البيئة اللي يهدد سلامتنا وسلامة بيئتنا وصل يا عزوتي. والرأي يا كبير الغابة؟ وش الدبرة يا الحبيب؟ والحل يا عمي؟ الغابة في خطر، خطر كبير. اليوم يومكم يا جماعة. أوامرك يا كبير الغابة. الموت لعدو البيئة، الموت لعدو البيئة، الموت لعدو البيئة، الموت للآدمي، الموت للآدمي، الموت للآدمي. ما أبي يطلع منهم أحد وفيه عرق ينبض. تكفون يا عزوتي تكفون. أبشر 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 أبشر. الموت للآدمي، 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 الموت للآدمي. شنو هذا؟ تقول حديد نضرب نضرب ما في فايدة. حتى لو كان حديد ما يفك الحديد إلا الحديد. وعلى العموم خلونا نرتاح شوي وبعدين نرجع نكمل بهم ونشاط. يلا سعد. بشر يا حكيم، عساك توفقت مع أعشاب جديدة. الحمد لله يا ولدي، قدرت أجمع بعض الأعشاب وسويت منهم خلطة طيبة. موفق يا حكيم، الله يمد في عمرك وينفعنا بوجودك. الله يبارك فيكم يا ولدي ويخليكم، قولوا آمين. سلامات يا عم الحكيم، سلامات. الله يسلمك يا ولدي، شوية تعب. ما تشوف شر إن شاء الله. الشر ما يجيك يا ولدي، إلا قول انت متى تخلصون هالشجره؟ الشجره هذه ايت تطيح يا عم الحكيم. ومتى ما طاحت يا عم الحكيم يا الله يا الله نخلص. واذا ما خلصتوا بتباتوا هنا؟ لا يا حكيم، النوم هنا وسط الغابه خطر. باقي ساعه وتغيب الشمس، اذا قدرنا نقطع هالشجره قطعناها، ما قدرنا نروح برا الغابه وننام، واذا جاء باكر الصبح جينا وكملنا شغلنا على خير. صار خير يا ولدي، إذن أنا بتمدد برتاح شوي، ولا خلصتوا صحوني. خذ راحتك، تمدد وارتاح، ومتى ما خلصنا صحيناك. الله يبارك فيكم يا عيالي، أنا محظوظ أني مشيت معكم، جزاكم الله خير. حنا المحظوظين برفقتك يا عم الحكيم. طابين مبين عليهم اقوياء. لا وانت صادق، اربعه. اربعه؟ اي نعم اربعه. شوف ذاك اللي نايم جنبهم. فعلا كلامك يا الحبيب، اربعه. اربعه قسمه عادله. عادله وش تقصد؟ اقصد يا عمي
حنا أربعة وهم أربعة. لا يا جماعة، لا لا لا، إحنا خمسة. وشلون خمسة شلون؟ يقصد إنه هو الخامس، ما حد حاقر نفسه حتى هذا. مسوي نفسه مهم. قال إيش؟ قال خمسة. لا تخلون أحد يطلع منهم حي يا جماعة. اليوم بنخليهم طعام لحبايب الغابة كلها. ليش؟ هذولا يلا يكفونا احنا بس الأربعة، قصدي الخمسة. وحنا وش ننتظر يا عم؟ خلينا نهجم عليهم ونفترسهم مرة واحدة. معاك حق يا كبير الضباع، وإحنا وش اللي يخرنا؟ وش تقول الحبيب؟ أنا رأيي نصبر عليهم شوي. ليش الحبيب ليش؟ خلهم يتعبون ويهدهم التعب وبعدين نهجم عليهم. تامر يا الحبيب، رايك طيب يا عمي؟ إذا حظنا زين يتأخرون لين تغيب الشمس. أقول بعد قلبي، إيش معنى يعني؟ وانت إيش دخلك يا أسوء الثعالب؟ إذا تكلموا الكبار أنت تسكت، فهمت؟ أنت تسمع وبس يا الخبيث. حاضر حاضر، أسكت على ذا قبل ذي. يا أبو الثعالب، حنا إذا غابت الشمس نقدر نهاجمهم، الظلام يساعدنا وما يساعدهم. هل حين فهمت؟ ها هي 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 هي، فهمت فهمت يا بعد قلبي، فهمت. نعم يلا يلا تفرقوا، وإذا أعطيتكم إشارة كل واحد يختار فريسته ويهاجمها. أبشر يا أبشر يلا أبشر يلا. أنا يعني كل راح وأنا ودي أخدم بصراحة، يعني أحب الخدمة. شو أسوي أنا؟ شو أسوي بعد قلبي؟ يا جماعة الشمس قربت تغيب، لازم نطلع قبل الليل، وخلونا نشوف لنا مكان قريب وآمن وننام فيه وبنصبح أفلح. زين أجل، خلينا صح يا عم الحكيم. قصة هذا اللي اسمه ظالم، ايش اللي قطع اصابعه؟ واضح انهم ما هم عجويد. المثل يقول اللي ما يخاف من الله خاف منه. انا لازم اخذ حذري منهم، يمكن يطلعون حرامية ولا قطاع طرق، من يدري. الشايب ذا ماني مرتاح له، يا كثر اسئلته. لو ماني محتاجه العلاج ظالم كانت دبته زين، كان خليته يعقر من هاللقافه. لكن ما عليه، المهم يعالج ظالم ولقافته نتحملها.
تراه الذيب بالجليب. ها؟ أفا يا ذا العلم؟ لا تخاف يا عمي، وياك رجاجيل. أنت والنعم يا عيالي، بس حنا في غابة. أقول يا شباب، لا يجي عمكم الحكيم شيء وفيكم عرق ينبض. لا تخاف، ما يجي شيء إلا عجثتنا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا عيالي، بس ترى حنا في غابة والحذر واجب. لا توصي حريص يا عمي، احنا موجودين. إذن يلا يلا نتوكل على الله، نمشي نمشي قبل الظلام. توكل على الله. يلا توكل على الله. روحوا ان شاء الله ما تتوفقون، ان شاء الله الظلمه قدامكم والقمر وراكم. على كيفي. شايفين شايفين، اليوم يومكم، اليوم يومكم يا النجامة. شدوا يا عم الحكيم. خايف يا الربع خايف. لا تخاف، احنا وياك. بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. ابشر بحماك يا عم الحكيم، ما يجيك شيء وفينا عرق ينبض. لعيناك يا عم الحكيم، لعيناك. روحنا يا عمي. اقول جعل عيني ما تبتيكم. شدوا عينكم يا الربع، شدوا عينكم. أفا يا بن مور، أفا أفا يا أبو الضبعان، أفا تنهزمون تنهزمون وبالثعالب معاكم. هذا كبير الغابة مجتمع وياهم، أكيد يفكرون بخطة جديدة. دريت، خلني أعرض خدماتي عليهم. مو معقول أتفرجوا بس، خلني للمرة الألف أعرض المساعدة. يمكن تتغير نظرتهم لي. اسمعوني زين، صم. لازم نغير خطة الهجوم. أنا أقول هذا رأي سديد يا عمي، أقول بعد قلبي. جاهز؟ جاهز لويش؟ يعني إذا تحب كر فر هجوم مسحاب أنا جاهز. اسمع وش يقول هذا، اسمع اسمع. أزلف زلفت من عمرك بلا. أذهب أذهب يا شام الثعارب. أقول روح، راح تروحك روح. أقول عمي
كر فر كر فر اسمعني بس الله يردك. ها إلى متى داريهم وحسن إليهم ويسوون لي؟ إلى متى أتأمل من وراهم خير؟ خلاص خلاص، هذه القشة اللي قصمت ظهر البعير. يا أحقاد الأرض وشرور الأشرار، تجمعي كلك في راسي علشان أنتقم من الغابة واللي فيها، واجعل سافلها عاليها ونبو الثعالب وعلى كيفي. سهمك يا ابو السهام، سهمك يا ابو السهام. ابشر يا عم الحكيم ابشر. تكفى يا ولدي يا سعد، اليوم يومك. لا توسع عريس يا عمي، وين السهم تبغاه؟ عليك بقواهم واشرسهم. الاسد؟ طبعا الاسد، هو في غيره؟ اسمع يا ولدي، حاول تصيبه في مقتله ولا تراه بيرجع علينا ويادينا ويقتلنا. وكل الله ما يصير لك الخير. فهمت الخطة هالحين؟ ايوه يا كبير الغابة. يلا فهمنا يا حبيب. هجوم كبير الغابة صاب. لا عليكم مني، واصلوا الهجوم. هجموا هجموا علينا، خذوا حذركم يا عيال، خذوا حذركم. كلامي ورضوا بمساعدتي ومشورتي كان علوم ثانية، من هزموا يستاهلون، الله لا يردهم. إن شاء الله الظلمة قدامهم والقمر وراهم، كيفهم بكيفهم. سلامات يا عمي، سلامات يا عمي الأسد، سلامات. ما هنا سلامة. تشجع تشجع يا الحبيب تشجع. السهم بقى نصله في الفخذ، حنا لازم ناخذ بحقنا وحق احياء الغابه وحق الغابه وحقك يا عمي. لا 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 لا، لا تهاجمونهم، اكيد انهم بعدين بيرجعون، واذا رجعوا لهم عندي حساب عسير. الحين رجعوني للعرين. يلا أحسن، تستاهل، شيلوا ودوا ودوا ودوا.
بس هذا اللي فالح فيه، بس يدفدفني ويقول لي انقلع واذلف وقلب وجهك يا ابو الثعالب، بس استاهل. بس طقطق فيني وضرب فيني. اي تستاهل، جاك اللي كفاك، مسوي فيها كبير الغابه والله من السوالف. خرطي لا تخاف يا عم الحكيم، مثل ما انت شايف الجرح بسيط. الحمد لله يا ولدي، الحمد لله، الله فكنا من شر عظيم. الحمد لله على كل حال. المهم ايش رايكم نبات الليله هنا؟ لا يا ولدي تكفى، هنا لا. وليش طال عمرك يا ولدي؟ يا عبد الله، يا ولدي يا عبد الله، خلونا نبعد عن هالغابه. بس حنا بعيدين عنها ممشى ساعه. ولو يا ولدي يا سعد، انا ما اطمئن لين اشوف العمران. اذا ابعدنا يصعب علينا الرجوع يا عمي. رجوع؟ اي رجوع يا ولدي؟ حنا ما خلصنا شغلنا ولازم نرجع بكره. وش تقول؟ ترجعون بعد ما صار اللي صار؟ هو عشان هاجمنا كم وحش في الغابه، نترك اللي فيها ونروح؟ يا ولدي يا عبد الله، رجوعكم في خطر كبير عليكم، وخصوصا ان في اسد جريح في الغابه. كيف نرجع يا عمي واحنا ما اخذنا ولا شجره ويانا؟ يعني هالحين قل عليكم الشجر؟ ما في شجر الا في هالغابه هذه؟ يا عمي الحكيم الله يطول لي في عمرك، الشجر اللي في القابه نادر الوجود ومطلوبه بكل بلد يا عمي. انا شايف وانا عمكم انكم تصرفون نظر عن هالغابه. نصرف النظر؟ ليش يا عمي؟ يا ولدي يا ناصر اسمعني، انا اقول اصرفوا النظر مؤقتا لين نرد للقريه ونفرح مع عيالنا ويفرحوا معنا، بعدين اشوف لكم كم فارس يجون معكم، والحيوانات لا شافتكم مجموعه بتهاب منكم وما تهاجمكم. الحمد لله على سلامتك يا اخوي يا ظالم. قبل ساعه واحده بس كنت في اعداد الاموات، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لك عمر جديد وعدك عمرك. يا ليتني مت، يا ليتني فقدت الذاكره مره واحده. لا كنت ولا كان عمري بعدك يا اخوي غضب. حد نفسك يا اخوي يا ظالم، لا تعصب ولا تزعل نفسك، وضعك الصحي ما يسمح لك. بعدين الحي أبقى من الميت، ارتاح وريحني معك. يا أهالي قرية المجد، كبير القرية يدعوكم غدا للاحتفال عند البحيرة. يا أهل قرية المجد، كبير القرية يدعوكم غدا للاحتفال عند البحيرة. يا أهل قرية المجد. اللي اسمعه يا أخوي صحيح؟ إيه يا أخوي أبو ذياب صحيح، مثل المناسبات افتقدناها من سنين طويلة، الله يعيد كل فرحة يا رب. معك حق يا أخوي، بعد كفاح 4 سنوات متصلة يحق لنا نفرح ونتهنى بأعظم إنجاز تحقق لنا. وما دام جانا الفرح لازم نفرح ونستمتع بثمار جهودنا، لازم نجني حلاوة النجاح. الناس من زمان ما فرحت فرحتين في وقت واحد، اللهم رب لك الحمد. فرحة اكتمال بناء الصرح الكبير المتمثل بالبحيرة، والثانية فرحة الخلاص من غضب على يدك يا فارس الفرسان. كل هذا ما تبينا نفرح إلا بنفرح وبنفرح الناس معانا بعد. على رأيك، على رأيك نفرح ونعين من الله خير
وإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يجعل أيامنا كلها فرح وسرور. آمين رب العالمين. بعد ما خلصنا من قضب وقثاه وأنجزنا البحيرة بإذن الله راح تزين أمورنا. يا ريت، بس ما ظنتي يا طويل العمر. أفا والله، أفا يا أبو ثياب، أفا وأنا أبو ذرغام. كان ممكن تزين الأمور لو حنا مسكنا ظالم. واحد مثل ظالم مقهور بموت أخوه ومقهور بقطع أصابع يده وحر طليق، هذا شيء ما يطمن أبدا. أنت شايف كذا يا أخوي أبو ذياب؟ إيه نعم يا أخوي، أنا أشوف إن إحنا ما نتفائل أكثر من اللازم حتى نمسك ظالم ونحكم عليه بشرع الله. تعتقد الظالم يتجرأ ويرجع بعد ما صار اللي صار؟ هذا مو اعتقاد، إلا هذا شيء مؤكد يا أخوي. الله يهديك يا أخوي، ما أمداني أفرح تروح تصدمني بهالكلام. أنا آسف يا طويل العمر، بس هذه حقيقة الكل المفروض يعرفها. وبعدين يا أخوي قول لي شو اللي مكدر خاطرك؟ رجوع هالسفاح ظالم هو اللي مكدرني. إذا رجع ظالم أنا موجود ودواه عندي وأنا أبو ذياب. قولوا فعل يا العضيد، قولوا فعل يا سنايدي. إذا قلت لكم إن هالقرية في خطر صدقوني يا عيالي. دمانا وارواحنا فداء لقريتنا يا أبو زيد. شلون قريتنا في خطر وإحنا موجودين؟ هذا كلام عاد عمي. وبعدين لا تنسى يا أبو زيد إن عمي أبو ذياب خلص على هذا اللي اسمه غضب السفاح وخلص المسلمين من شره. مو بس كذا يا ضرغام، ثاني يوم تواجه مع أخوه ظالم وقطع له 4 أصابع من يده، والحمد لله اذلفه من غير رجعة. أيوة، بس ظالم ما مات. ظالم راح يرجع للقرية وشايل في قلبه أحقاد الدنيا كلها. أنت يا عم أبو زيد تتكلم كأن احنا مقبلين على مصيبة كبيرة. مصيبة وبس، إلا كارثة وراح تشوفون، لأنكم ما تعرفون ظالم هذا زين. الهدف الأول للظالم إذا رجع للقرية راح يكون عمك يا ضرغام، أبوك يا ذياب، وبعدين أذيت القرية كلها ابتداء بالشيخ وانتهاء في أصغر طفل فيها. اليد اللي تمتد على القرية ومنها تنقطع من الكتف عمي وأنا ضرغام. ونعم، وثلاثين نعم يا ولدي. اللي يمس شعره يا عمي من ديرتنا أو قريتنا أو يتعرض لنا نمحيه من الوجود وأنا ذياب. قولوا فعل يا ولدي، قولوا فعل يا ذياب. وش الدبرة يا عم أبو زيد؟ أنا سارحتكم أنتم الاثنين بالذات لعدة أسباب. وش الأسباب؟ لأنك ابن كبير القرية أول، وثانيا لأن الهدف المطلوب الظالم هو عمك أبو ذياب يا ضرغام، وعمك هو فارس فرسان قريتنا وحامي حماه، وثالثا لأنكم أنتم اثنين يا عيالي أكثر شباب القرية استيعاب للتدريب وأكثرهم جرأة ومهارة في استخدام السيف. أموت ألف موتة ولا أسمح لأي كائن كان يهدد سلامة ديرتنا وأمنها. أموت ألف موتة يا عمي ولا أسمح لكائن من كان يتعرض لبوي أو الأهلي أو جماعتي بشر. والحين يوم حطيتكم بالصورة وسمعت جوابكم ريحت دماغي من حاجات كثيرة، لأنكم أنتم بالذات يا عيالي والحمد لله أهل لحماية قريتكم وديرتكم وربعكم وعزوتكم.